نأخذ موقف التحدي لقراراته. هذه قرارات ظالمة، قرارات لا إنسانية، وتحديدا حينما نتحدث عن مؤسسات عمل صحي بهذا الموضوع لابد من تحدي هذه القرارات. وتقديري أن الشكل الأول من هذا التحدي لمثل هذا القرار هو أن تستمر خدماتنا للمواطنين الفلسطينيين بكل طريقة بهذا الموضوع. هذه لجان عمل صحي تقوم بخدمات صحية للمواطنين، الأساس كيف تستمر خدماتها للمواطنين أينما كان. هذا الشكل الأول من هذا التحدي، والتحدي الآخر ونحن سنشارككم به إعادة فتح المقر والدوام به. وهذه مسألة أساسية، لا يجوز على الإطلاق أن نستسلم نحن لقراراتهم وانتهاكاتهم بهذا الخصوص. نحن سنرتب وإياكم من أجل هذه العملية، من أجل تحدي هذه القرارات الاحتلالية، أولا لأنها قرارات من محتل، وثانيا لأنها قرارات لا إنسانية بهذا الخصوص. مرة أخرى نحن اليوم هنا من أجل مساندتكم، من أجل أن نكون التحديات في صفوف شعبنا الفلسطيني وتحديدا في هذه الظروف كبيرة وكبيرة جدا، وتحديدا ونحن نرى ما يجري في القدس، ما يجري في الشيخ جراح، ما يجري في باب العمود، في بطن الهوى، في سلوان، في حي البستان، في العيسوي، في كل الأماكن، كم كبير من التحديات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. والتحدي ليس مسألة جديدة على الشعب الفلسطيني بالنسبة لنا جميعا، لكن مرة أخرى مواجهة التحديات، الأساس الأول من أجل النجاح في ذلك هو تضامن الجميع، أن نكون جميعا موحدين على قلب رجل واحد في مواجهة هذه التحديات. نحن معكم وسنمارس أو سنكسر هذا أو سنمارس هذا التحدي أو سنواجه هذا التحدي معكم بهذا الخصوص إن شاء الله، وسنرتب معا خلال الساعات القادمة. شكرا لكم وأعطيكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية، نحن كنا قبل قليل في وقفة تضامنية أمام مقر الصليب الأحمر هنا في رام الله، تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام، الغدنفر وجمال الطويل والشيخ المجاهد خضر عدنان وكل الأسرى المضربين عن الطعام. يعني كان هناك إصرار حقيقي من قبل ذوي الأسير المضرب عن الطعام الشيخ خضر عدنان وكل الحضور المتضامن معه، لنأتي إلى هنا إلى هذه الخيمة المباركة لنعلن من هنا أننا جميعا مستهدفون أمام هذا العدو. هجمات الصهاينة، هجمات المحتل علينا لا تفرق بين أحد منا، سواء على الصعيد التنظيمي، لا تفرق بين الأسرى من حركة الجهاد الإسلامي، مؤسسات السلطة الرسمية، تلفزيون فلسطين اليوم مستهدف، يعني للجمعية لجان العمل الصحي هي لجان مستقلة مجالها فقط الصحة أيضا مستهدفة من الاحتلال، وبالتالي نحن هنا جئنا لنواجه الاحتلال متحدين، كما أنه يهاجم الكل الفلسطيني، اليوم الكل الفلسطيني متحد في مواجهة هذا الاحتلال. وبالتالي نحن هنا يعني كأسرى مضربين عن الطعام وأسرى محررين ومتضامنين مع الأسرى المضربين عن الطعام، جئنا لنوجه عدة رسائل. الرسالة الأولى أن هذه المؤسسات التي يغلقها الاحتلال، هؤلاء الأسرى المضربون عن الطعام الآن الذين يحاربهم الاحتلال، كلهم متحدون في صف واحد أمام آلة القمع الصهيونية. أيضا بعد ساعات، يعني هذه رسالة، بعد ساعات سوف يتم تنظيم مسيرة في القدس، وبالتالي هذا العدو الذي يفتح كل الجبهات دفعة واحدة علينا، سواء الأسرى، سواء المصرى،
سواء المؤسسات العمل الطبي، المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، جدير بنا نحن الشعب الفلسطيني أن نقف صف متراس في الدفاع عن كل القضايا التي يحاربها الأسرى. نقول لهذا العدو، هذه المؤسسة الوطنية العملاقة سوف تفتح رغما عن أنفك بجهود الفلسطينيين. الشيخ خضر عدنان ورفاقه المضربون عن الطعام أيضا سوف يحررون رغما عن أنفك. يعني نحن شعب لا ننسى أسرانا في السجون، نحن شعب لا ندير ظهورنا لمؤسساتنا التي تخدم كل الشرائح الفلسطينية. يوما ما سيزول هذا الاحتلال، ومن هنا ومن قلب رام الله وللتأكيد على الوحدة الوطنية نبرك أسماء آيات الفخار والعزة إلى المقاومة الباسلة في قطاع غزة التي مرغت أنف الصهاينة الذين حاولوا المساس بالمسجد الأقصى، مرغت أنوفهم بالتراب باسم كل الضفة الغربية باختلاف الفصائر، رسالة عز للمقاومة الفلسطينية. نقول لهم إن المساس بالمصرى، إن المساس بالأسرى، إن المساس بالمؤسسات الوطنية، يعني كل الأنظار الآن متجهة إلى المقاومة في غزة لكي يكون لها كلمة حاسمة في ردع هذا المحتل. المقاومة الفلسطينية في غزة وحدها ليست كافية، نريد من الشعب الضفاوي، من الشارع الضفاوي أن يخرج عن بكرة قضايا الأسرى، ونصرة لقضايا المصرى، ونصرة لاعتداءات الاحتلال على المؤسسات الفلسطينية. وبالتالي أيضا يعني هنا اسمحوا لي أن أشكر كل القائمين على هذه المؤسسات الطبية التي يعني وجود هذه الخيمة بالتحديد لا يدل على مدى صلابة وعناد وتحدي وصمود القائمين على المؤسسات. بالتالي نحن نعاهد الأسرى أن نبقى خلفهم، نعاهد الشيخ خضر عدنان أن نبقى ألا نترك ساحة نرفع فيه كلمة مظلوميته إلا وكنا فيها، نعاهد إخواننا في القدس أن نبقى معهم في كل ساحة. أحبتي في الله، يعني هذه الرسائل التي ذكرناها الآن لا تمثل تنظيم بعينه، يعني كل التنظيمات الفلسطينية، كل الشرائح الفلسطينية مجمعة على اقتلاع هذا العدو من جذوره. أيضا يعني رسالة إلى الجهة الرسمية في السلطة الفلسطينية، نريد منكم وقفات أكثر مع الأسرى، نريد منكم وقفات أكثر مع المصرى، نريد منكم وقفات أكثر مع المؤسسات. نحن هنا في مقر السيادة الفلسطينية في الضفة الغربية، بالتالي نريد منكم أن نسمع ونرى منكم مواقف أكثر يعني أكثر التصاقا بالشعب الفلسطيني. وهكذا نحن يعني وهكذا هو أملنا فيكم. رسالة أيضا للشعب الفلسطيني، نريد أن نرى هذا الشعب يقف مع قضية الأسرى الذين ضحوا بزهرة شبابهم من أجلنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.